سؤال. سكون خبرية. برافو يا أول. قد إيه تاريخ اليوم يا أول؟ 15/9/2022. طب أول إحنا بأي شهر؟ 9. برافو يا عمر. برافو زافي حامية لعمر. يلا تستار على روحك وتعزيني. أوكي مس؟ يلا بالجلسة الصحيحة خلينا نبلش حصتنا لليوم. إن أسرتي حكينا الأسرة أو العائلة تتكون يا عمر من أم وأم وأب، أخوة لهم أبناء وجد وجدة، بنسميها أسرة. طب إحنا امبارح أخذنا أسرة يا أول تتكون من ثلاث أفراد. شو هي الأسرة اللي أخذناها؟ هي عائلة حروف مد. مش سامعة عائلة. برافو يا أول. أخذنا عن أول فرد من أفراد عائلة حروف المد اللي هو يا جمال حرف الآ. حكينا الآ إلها شكلين أو نوعين. آ ممدودة ممدودة. شو صوت الآ الممدودة؟ آ. صوت عالي. آ. الآ المقصورة. آ. برافو يا أول. اليوم بدنا ناخذ عن الفرد الثاني من أفراد عائلة حروف المد الصغيرة عشان نسأل كم سؤال ونتعرف مين هو الضيف الجديد اللي بده يزورنا اليوم. جاهزين يا أول؟ جاهزين يا أول؟ بدي أحكي لكم عن ولد اسمه وليد. يلا جاهزين؟ وليد ولد صغير. أخت وليد اسمها وردة. اسمها وردة. أحدى وليد أخته وردة صغيرة. ابتسمت وردة ورسمت وجها ضاحكا لوليد. وليد ولد صغير. أخته اسمها وردة. ما اسمها؟ وردة. أحدى وليد أخته وردة صغيرة. ابتسمت وردة ورسمت وجها ضاحكا لوليد. أول شو اسم الولد؟ وليد. مش سامعة. حكينا في الدرس العائلة اللي بتتكون يا جمال من أم أب أبناء يا سارة شو بنسميها؟ أسرة. يعني وليد عنده أسرة بتتكون من أم أب أخوة. شو اسم أخته حكينا؟ وردة. طيب وليد يا أول إيش أهدى وردة؟ وردة. وردة. طب وردة أخته لوليد لما أهداها أخوها وردة شو عملت؟ بسمت. برافو يا نايا. ورسمت وجها ضاحكا لمين؟ طيب ركزوا. وليد وردة. وليد وردة. وليد وردة. طب أنا ركزت على حرف معين يا محمد. إيش هذا الحرف؟ واو. مش سامعة. واو. حرف الواو. اسمي واو صوتي أو. يلا بنزفي مع بعض بصوت عالي. اسمي واو صوتي أو. تشاهدون
الصورة الثانية يا أطفال؟ شو الصورة؟ فول. 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 أين أتى أول الكلمة يا رجل؟ أول كلمة. برافو يا رجل. أتى وصف الكلمة. زافولة زافي حامي. مش زافة صافي زافي. لا. طيب إيش هذا بالصورة؟ طب ايش الحركة اللي على حرف الاو؟ شو بنسميها؟ انا حكيت لكم لما تكون السكون على حرف الاو ايش بكون صوتها؟ يا قمرية او شو بكون صوتها؟ لما تكون السكون على حرف الاو يا يارا ويا محمد بكون صوت الواو او شو بكون صوتها؟ او شو بكون صوتها؟ اورا اتى أول كلمة. أحسنتي يا رناد يا جمال. بس ننتبه على اللوح. يلا حبيبي. طيب أول إيش هذا اللي أنا جايبه هون؟ دقيقة فرجيكم إياه. بنزين صح بس له كلمة ثانية شو بنسميها؟ وقود. برافو يا عمر زاكي حامي 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 يا عمر. بتسمع صوت الزاكي؟ لا لا. شو اسمه يا عمر؟ وقود. زاكي حامي لعمر كمان مرة. برافو بطل شاطر يا عمر. وقود. أين أتى حرف الأو يا سارة في أول كلمة؟ الكلمة. زافوا لكم زافي حامي اللي يكونوا كثير شاطرين. أول مين يطلع على اللوح يقرأ لي المقاطع؟ أحسن. ما حرفنا لهذا اليوم حرف؟ رائع يا علي. يلا تعالوا اكتب لي هون. برافو مس. زقفوا له لعلي زقفي حامي. يلا اكتب المقاطع. واي او مع الا. برافو. وا هلا او. زقفوا له كمان زقفي لعلي. احسنت يا علي رائع مكانك. طلع المقطع. وا احسنتي. وا بعدين لا بس تطلع شو موجود مع الحرف الاو كمان. كمان او شو بتصير معناته؟ و وي. زافي حامي لكنانة. يلا تعالي يلا. طب نحط نقطتين لانه هيك صارت الف مقصوره. يلا اكتبي و مقطع الو. الو معها كمان او. و وا. يلا اكتبي الوا معها الا. ثاني مره مس النكته الاو قبل. زقفوا لكنانة زقفه حاميه. حصان صوت الزقفه. وي. طب اكتب لي مقطع ركز. طلع علي وا يعني الأو مع أي حرف؟ أي ألف؟ وا. الا شو؟ أحسنت يا محمود. زافول وزافي حامية. اكتب آ مقصورة جنبها. مش سامعة صوت الزافة. زافتك النايمة. أيوة. مقطع وا. احسنتي. وي. و الاوح ايش حيكون مع اي حرف يا نايا؟ زافولا زافي حامي لنايا. نسمع صوت الزافه كمان مرة. زافولها